السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا نسوي دجاج مقلي بطريقة جدا لذيذة وسهلة وبسيطة. أول شيء عندي هنا الدجاج، تبلته بفلفل أسود وملح وبابريكا وبهارات مشكلة وكمون وزيت زيتون أو زيت طبخ عادي وليمون. الليمون يطري الدجاج وقت القلي. هنا أضفت الطحين، أضفت نفس البهارات اللي أضفتها للدجاج بس زودت شوي من نعناع جاف، وأقلب الدجاج في الطحين وعلى طول أسخن الزيت وأنزل الدجاج. بعدين أخلي النار متوسطة، أخلي النار متوسطة عشان الدجاج ما يستوي من برا ويكون من داخل لسه ني. وهنا سويت خضار عشان بقدمه مع الرز. أقلب الدجاج على كل الجهات، شوف يعطيكم لون جدا حلو لما تكون النار هادئة. لما تكون جدا عالية راح ينحرق الدجاج ومن داخل لسه ما استوى. هنا قدموها زي ما تحبوا، شوفوا كيف لون الدجاج جدا رهيب، طعم خيالي. طب تقدموا مع السلطات، قدموها مع بطاطا حسب رغبتكم، انا قدمتها مع الرز. جربوا الطريقة واعطوني رأيكم وشكرا للمتابعة.